نعم. الحاج يا شيخ أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. الحاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. إيه. بعد ما رمى بعد الزوال صار الطريق زحمة السيارات من في يذهب وادع. لكن وصل الحرم متأخر. وبعد يعني قبل الزوال قبل مغيب الشمس. يعني بعد صلاة العصر بعد ما طاف أيضا بعد مطاف أصبح المطاف أيضا زحمة فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف حتى إيش؟ حتى خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد في سيارة تحمله فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان. هل يلزم الدم؟ أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطول طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟ لكن هذا مع الزحمة. بس هذا اللي حصل هذا جائز سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس. والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك. المعتبر الخروج من منى لا العبرة بالخروج من منى وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بداله أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفو ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.